بدك شي يا بي؟ ليش وين رأي؟ بدي روح نام. ما نمت بالبيت يعني؟ ما نمت يا بي، خفت غض بالنومة، اتأخر على فتح الدكان. اي مالش ما بيصير، روح ريح بدلك يعني، بس تعال ظهرة. اي أمرك يا بي، السلام عليكم. عليك السلام. وين رايح أخي؟ بدي روح على البيت نملي شي ساعتين، رح موت من نعاسي. وين أبوك؟ جوا عم يفطر، فوت افطار معه، دير بالك معتز. ايه روح الله يسر. اليومين اللي مرقوا على الحارة ما كانوا تمام على كل أهل الحارة. ليش بقى سمعان شي يعني يا بحاتين؟ ما لي سمعان شي، بس عم حس إنه الحارة صايرة مو تمام. شلون يعني منو ناحية؟ حاسس لك إنه أبو عادل وأبو مرزوق واقعين بمشكلة عويصة ومو عرفانين يطلعوا منها. عرفان علي شلون؟ ايه. يلا بوران تعي طعم صغار وكسر السفرة. يلا يا عمو مدي ايدك. كلوا انتو يا عمو كلوا انتو. شو تاكل يا عمو سليم؟ بزيت زعتر. وانت تاكلي مثله؟ لا ما بدي مثله، بدي بيض. جهزتوا السفرتاس لابوكي؟ ايه يا عمو جهزت له. ليش تأخر لهلأ معتز؟ ما بدك تاكل يا بي؟ لا بلا، روحوا انتوا على البيت كسروا السفرة ورجعوا لا تطولوا. بدك شي من البيت يا بي؟ شو بدي يا بي؟ لا ما بدي شي. لساته مقلوب من امك. بس بدي اعرف ليش تركت الشغل من عنا؟ هيك احسن خاطر، هيك احسن. لك ليش احسن؟ لانه الشغل دائر عند منكم. لا سيدي ما هو دائر. بعدين شو بدك اذا كان دائر ولا ماشي؟ كل اخر جمعة عم تقبض اجرتك على دوزبارة. لا عمي، انا ما بحب اخذ مصاري بدون ما اشتغل. لك هلا انت شو بدك بهذا الحكي؟ ارجع على الشغل وما عليك. خاطر الله يرضى عليك، شو بدك بالزلمة؟ الرجال عم يقول لك ما عنده يشتغل عندكم. ايش بدك تشغله بالزور؟ تركوه يروح يشتغل عند ابوه الله يحن عليك. والله عم بحكي من شانه عمي ابو حاتي، معتز صار معلم بالكار وحرام يترك المصلحة هلا. هلا انت شو بدك منه؟ ابوه رح يعلمه مصلحته كمان، الله يرضى عليك عتوق. عن حق ابو العز؟ ايه عن حق عن حق، انا بدي اتعلم كار ابي. لك بس يا ابو العز انت خلاص خاطر، خلاص. الزلمة قال لك ياها بالقلم نشرح، ما عاد يشتغل عندكم. ايه؟ مثل ما بدك. ايه ها؟ ابو لا واحد غير والله يحن عليه. ما في شيء. إذا كان ما في شيء ليش ما شفت لأبوك بالبيت؟ ما له بالعادة ما يستقبلني. أبي؟ بيكون مشغول. ماشي الحال، روحي طيني ما تأكدي آكل. إيه بس أنا ما طبخت ابن عمي. حطي لي شو ما كان، المهم آكل. حاضر. شو صاير؟ إلا ما يكون في شي ببيت عمي وبوران مخبي عني. راسي يا أخ، راسي. تفضل ابن عمي. لك شو بك يا رجال؟ ما بعرف يا لطفية، بس أبي مصمم ما يرجع عمي. طيب أنتوا ما تتحركوا؟ حكينا معه أنا وأخي، بس ما كان يرضى. أنا قصدي إخواتك البنات، أبوك قلبه طيب، وقت اللي بيسمع إنه بناته زعلانين على أمهم، بحن قلبه وبيرجعها. والله مزبوط. لك عن ابن عمي وخصوصي حبيبة قلبه دلال. كلامك صح، أبي بيحب دلال كتير أكتر منا كلياتنا. شوفي لطفية، على بكرة الصبح باخدك لبيت أهلي وبتقعدي مع جميلة ودلال وبتفهميه شو لازم يساوي. يلا يلا. مرحبا أختي. أهلين أخي. أهلا وسهلا بك أخي. شلونك دلال؟ ماشي الحال الحمد لله. بسرعة أختي فوتي على المطبخ أعطيني أكل لأبوك لأنه ضايج كتير. يلا على عيني. هو يا عمو شلونك جميلة؟ مبسوطة بشوفتك تقبليني. شلونك اختي؟ وينكم يا بنات؟ شلونك يا عمو؟ اهلين يا عمو. شلونك مرت عمي؟ اهلين يا بنتي، قوموا بواجب مرت اخوكم، تعي لطفية. حاضر يا عمو. شو بدنا نساوي لها للخانم؟ نساوي لها قهوة اهلا وسهلا. وليش ما تكون قهوة مع السلامة؟ بسرعة يا دلال. ايه يا اخي يلا ها ليك خلص. لك شو شغل عنا مش نحنس؟ رح اساوي شاي، انا بحب الشاي.
ما كنت بعرف انه هالكلمه بتساوي فينا هيك يا مرتعم. ديري بالك يا بنتي، مثل ما تجوزتي بكلمه ممكن تتطلقي بكلمه. اوعك تزعلي عصام. مرتعمي معقول عصام يعملها؟ عند رجال كل شيء معقول، ما بتروح الا علينا. الله يسامحك يا ابو عصام. المهم لطفي، مالك مخبيتي لنا شيء؟ شيء مثل شو مرتعمي؟ ما فهمتي علي؟ لا والله ما فهمت. يي شحوبه، قصدي مالك حامله شيء ببطنك، حبله يعني. لا مرتعمي. وليش لهلا ما صار؟ وانا شو بيعرفني مرتعمي؟ يعني ما بتعرفي شلون؟ لا مرتعمي. الله يصلحها امك، شو قليله فهم. اسمعي لفهمك، تعملي جاد قرقير بتقصي؟ والله مربطة ايدينا يا مرتخي وما عم نقدر نساوي شيء. وليش مربطة ايديكم؟ كل واحدة فيكم تعمل اللي عليها وتخلي عمي أبو عصام يرجع لبيته وهو مبسوط منكم ومن مرت عمي. أي وشو رح يطلع بإيدنا؟ لا منقدر نحكي ولا منقدر نشكي، وكلمتنا ما لها مسموعة عند حدا. يا عيب الشوم عليكم. لك على القليلة بعتوا سلام واشتياق مع عصام أو مع سلفي معتز، وهيك شوي شوي بحن قلبه لعمي وما بيعود يفكر إلا بالرجعة. يو شلون راحت هاي عن بالنا لك أختي؟ أي والله كتر خيرك يا مرت أخي، هلأ عم تحكي حكي مدوزن. هلا بس يجي عصام ومعتز رح حملهم سلام وقول لهم يقولوا لأبي انه نحن ما بنقدر نعيش بدونك والله يوفقك ارجع لنا. وهيك شوي شوي بركة أبي بيجيب الشاي بيرجع كل شيء مثل ما كانوا احسن. يا أبي ما بدك تذوق اكلات امي؟ عم تزاك علي ولا ابو نازي؟ سيرة أمكم لما تجيبوها فهمت؟ أمكم ميات هنقطعوا من عندي فهموا بقى. بس يا بي جميلة ودلال مشتاقين لكم ميات. إيه والله يا بي حملوني سلام وقالوا لي ما لهم طايقين يعيشوا بالبيت وانت غايب عنه. قوم روح عبي لبيت انت هلا روح. أمرك يا بي. شلون اخي؟ يا عيني عليك هلا بلش يرق قلبي، بس الله يكملها معنا لك حسام، الله يكملها معنا يا رب. استنى لابرو. الله يسامحك يا سعاد، لك انا انحرم من بناتي انا. الله يسامحك الله يسامحك.